السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية جميعا، ونتمنى هيك إن شاء الله تكونوا سالمين وأهلكم سالمين وربنا يزيح عنا إن شاء الله هذه الغمة. نستكمل مع بعض الجزء الثاني من الفصل الأول من مساق إدارة البشرية وسائط متعددة، الجزء المتعلق بالعمل الحر عبر الإنترنت. نستكمل يا جماعة الجزئية اللي هي المتعلقة في موضوع متطلبات العمل الحر عبر الإنترنت. بعد ما انهينا الجزء الأول، بداية الجزء الثاني متطلبات العمل الحر عبر الإنترنت. طيب، لكي تبدأ العمل الحر عبر الإنترنت يا جماعة، أو إنك حتبدأ عملك، أنت بحاجة لثلاث أشياء أساسية. أول حاجة مهارة تقنية. ثاني شغلة، لازم يكون عندك أدوات مساعدة إليك. الشغلة الثالثة، مهارات للعمل الحر. طيب، ما يتعلق يا جماعة بالمهارة التقنية، الخبرة اللي عندك، إيش أنت بتمتلك أو أنت بتمتلكي مهارة تقنية معينة في مجالك اللي أنت متخصصة فيه، تمام؟ أو في مجال تقني معين أنت اخترته أو أنت اخترتيه لتبدأ رحلتك في مجال العمل الحر، تمام؟ طيب، نفترض انه ما عندك اي مهارة، هل ما بنقدرش نبدأ عمل حر؟ لا، واقع العمل الحر يا جماعة بيحكي انك بتقدر تبدأ بأقل المهارات. كمثال، لو عندك بس مهارات تتعلق في الاوفيس او برامج الاوفيس، يعني مهارة بسيطة في موضوع تنسيق الملفات او موضوع التايب رايتر، انك لو تكتب او تطبع، تمام، او ادخال البيانات، هاي مهارات تعتبر بسيطة مش محتاجة يعني قدرات او سكيلز عالية، وتقدر انك تبدأ فيها في مجال العمل الحر وتبدأ تكتسب دخل من هذا المجال. طيب، الادوات المساعدة يا جماعة، طبعا هي كلنا احنا مجمعين على الامر هذا وبنعاني منه حاليا، عانى واعانكم الله. حاسوب، انترنت، تمام، طاقة أو كهرباء، تمام. بعض التخصصات تحتاج لأجهزة متخصصة، مثل يعني الناس اللي شغالين في موضوع الديجيتال أرت أو الرسم الفني، تمام، هي بيحتاجوا أجهزة مثلا زي أجهزة الواكوم وجهاز للرسم اللوحي، تمام. وفي بعض المصممين بيشتروا برامج تصميم أو مجموعة أدوات بيدفع حقها، خاصة لو بده يفعل موضوع الذكاء الصناعي، ولو ان يعني الامور هذه حتى الان ما حدا بفكر انه يعني يشتري برامج تصميم، الغالبية بيشتغل على البرامج المكركة، يعني بيحاول يتجاوز التكلفة الكبيرة في الانتاج لاي تصميم معين، تمام. وكمثال يا جماعة، من المواقع اللي بتعطيكوا برامج التصميم مكركة وجاهزة، موقع اسمه فايل سي ار، فايل سي ار، تمام، اف اي ال اي سي ار، تمام. ممكن تبحثوا عنه وتحاولوا تنزلوا اي برنامج ناقص عندكم وتبدوا تشتغلوا وتتعلموا عليه. طيب، بعض التخصصات زي مثلا موضوع المونتاج، اللي بيشتغل مونتير محتاج مواصفات عالية للأجهزة اللي بيشتغل عليها، تمام. وبرضه كمان اللي بيشتغلوا في موضوع برمجة التطبيقات أو مطور التطبيقات محتاجين أجهزة اللي هي أجهزة الماك. طيب، الجزء الثالث من المتطلبات للبدء في مجال العمل الحر، احنا حكينا عن المهارة التقنية وحكينا كمان عن موضوع الأدوات المساعدة أيضا اللي هي مهارات العمل الحر. من المهارات اللي أنت بتحتاجها إنك تقدر تبني ملف شخصي بروفايل إلك وتحدثه، تمام، بشكل مستمر، بحيث دايما تطلع الكلاينتس والعملاء اللي بتشتغل معهم على آخر مستجدات المهارات اللي أنت بتمتلكها، تمام. أيضا مهارات البحث عن زبائن محتملين، إنك تدور على زبائن وتدور على كلاينتس، إنك تاخد شغل تاخد وظائف منهم. ايضا مهارات التفاوض، انك تقدر تتفاوض معه في السعر وتقنعه انك فعلا تستحق المبلغ اللي انت طلبته مقابل الخدمة
اللي هتقدمها للكلاينت اللي بتشتغل معه. ايضا موضوع اداره المشروع، واللي هي الجزئيه الثانيه من الفصل هذا اللي احنا في المساق بنحكي فيها، بتتاكد من سير العمل حسب خطه انت تتفق عليها، بحيث تبدا المشروع من النهايه لنهايه الاطلاق لا تصل لنجاح كامل لهذا المشروع. ايضا انك تلتزم، وهي يا جماعه بركز عليها بشكل كبير، تلتزم بالتسليم بالاوقات المحدده او ما يسمى الديدلاين. تمام، ديدلاين او نهايه اخر موعد لتسليم مشروعك، هي مهمه جدا بحيث ان انت تعطي ثقه لعملائك انك شخص ملتزم بعملك. ايضا موضوع الاداره الماليه والتاكد من استلامك للاموال حسب الدفعات المتفق عليها. طيب يا جماعه، هي بتلاحظوا عده تخصصات مجتمعه مع بعض، او تذكرنا في المصطلح اللي حكينا عليه قبل هيك اللي هو وان مان باند، انك شخص تشتغل كفرقه في شخصك لوحدك، تشتغل عده وظائف ومهام في شخصك لوحدك. تمام، طبعا التعدد المهارات هاي، تمام، هاي بتعطيك يعني فرصة كبيرة انك تنجح في مجال العمل الحر. طيب، من المهارات اللي احنا يعني بنشجع دائما المستقل انه يمتلكها، اللي هي مهارات ما يسمى المهارات الحياتية، او مصطلح اللي درج مؤخرا اللي هو يسموه السوفت سكيلز. تمام، مهارات السوفت سكيلز، منها كمثال اللي هي مهارة إدارة الوقت، إنك تسلم وتسلم في مواعيد المحددة. عندك يكون مهارة الحوار والإقناع، إنك تقدر تتكلم مع الزبون وتقدر اللي هي تتواصل معه وتقنعه برأيك، أو تقنعه ببعض رؤيتك في مثلا في تصميم معين، ممكن يكون رؤيته خاطئة في التصميم، خاصة مش كل الكلاينتس بتفهم في موضوع الجرافيك بشكل كبير، هو بس بهمه انه يكون منتج ما، فاحيانا بيحاول يفرض رايه على الجرافيك ديزاينر، على المصمم، وبتكون نتيجه التصميم سيئه. فبالتالي انت لازم يكون عندك القدره، او يكون عندك القدره على انك تقدر تقنع الزبون بوجهه نظرك في التصميم كمثال. ايضا مهاره التفاوض، خاصه في موضوع السعر، انك تتفاوض معه، اكيد هيطلب هو او هيعرض عليك اقل سعر، وانت هتطلب اعلى سعر انت حابب تقدر تصل له. لما تصلوا لمنطقه وسطى بينك وبين الكلاينت تتفقوا عليها. ايضا مهارات الكوميونيكيشن، الاتصال والتواصل، انك تقدر تتواصل مع زبائن اكثر، يكون عندك قاعده او قاعده جماهيريه لك ومجتمع لك كبير، انك تظهر في نفسك وتعرف في عن نفسك. تمام، نستكمل ايضا من المهارات اللي انت كمان تحتاجها لمهارات العمل الحر، اللي منها انك تتعامل مع منصات العمل الحر. وهي يا جماعه اللي احنا بنتناولها في هذا المساق، او في هذا الجزء من المساق انك تقدر تتعامل مع منصات او البلاتفورمز الخاصه بالعمل الحر. ايضا يكون عندك القدره على التسويق الالكتروني. طبعا ما يتعلق بالتسويق الالكتروني هو تسويق الخدمه اللي انت بتقدمها، وتسويقك الشخصي، انك دايما تعرف عن نفسك وتعرف عن شخصيتك، او تعرف عن مستواك ومهارتك الموجوده في مجال التصميم للناس اللي انت بتشتغل معهم، وانك تحاول تستجلب زبائن اخرين. ايضا من المهارات المطلوبه يا جماعه مهاره التسعير، وهي النقطه انا هوقف عندها بعد ما اخلص المهارات المتبقيه، واحكي لكم عن ملف مهم جدا هيساعدك في مهاره التسعير. ايضا مهارتك في اللغه الانجليزيه يا جماعه، كل ما كان عندك قدره انك تتعامل باللغه الانجليزيه مع عدد اكبر من الكلاينتس، طبعا جمهورك كبر، فرصتك انك تحصل على مبالغ اعلى وتسعير اكبر في الخدمه اللي انت بتقدمها تكون افضل، خاصه الكلاينتس الاجانب بيقدروا خدماتك بشكل ارقى واعلى وافضل. لكن في البدايه انا بنصحك تتعامل مع كلاينتس عرب، وبعدين اذا تمكنت وتبدا تنطلق في مجال العمل الحر مع كلاينتس اجانب بكون جدا ممتاز لك. ايضا مهاره الكتابه التقنيه، مش معقول انك انت انسان عندك خبره تقنيه ومهاره تقنيه وعندك مثلا كمثال اخطاء لغويه وانت بتتعامل مع الناس اللي بتشتغل معهم. هاي الشغله بتعطي مدلول سيء للناس اللي بتشتغل معهم، وبيحسوا ان الشخص اللي قبالهم
يعني إذا حتى في كتابته في أخطاء، هل لأنه ممكن يقدر مثلا منه ياخد تصميم ممتاز كما يتمنى؟ يعني إذا أنت في البداية أظهرت انطباع سيء إن أنت يعني أقل شيء اللي هي الأخطاء اللغوية ما بتقدر تتفاداها، كيف هتقدر تتفادى أخطائك اللغوية في التصميم مثلا أو أخطاء في التصميم نفسه؟ فبالتالي هي بتعطي انطباع سيء، لذلك لازم تحاول تكون مركز بشكل كويس وانت بتتكلم مع الكلاينتس انك حتى ما تخطئ الاخطاء اللغويه وما تتسرع انك في الكتابه، بحيث انك يعني حابب انك تتعامل مع كلاينتس بسرعه وتنجز على حساب جوده مخرجاتك اللغويه. تمام؟ طيب اللي احنا حكيناه يا جماعه هان في الانفوجرافيك هذا هو مذكور هان، بس هو باستفاضه اكثر، لكن هي نفس الفكره. تمام؟ تعمل مع منصات الحر، منصات العمل الحر، مهارات التسويق الالكتروني، مهارات التسعير، وهي النقطه يا جماعه اللي انا بدي اوقف عندها شوي. طيب احنا بنقدر كيف تقدر تحسب او تسعر، يعني هي مشكله بتواجه الناس اللي بتشتغل في مجال العمل الحر في بدايه دخولهم في هذا المجال انه مش قادر يسعر قيمه الخدمه اللي بيقدمها او تصميم معين انجزه. طيب في معادله بسيطه يا جماعه تقدر تحسب من خلالها قيمة أو سعر المنتج أو الخدمة اللي أنت بتقدمها، اللي هي سعر عدد ساعات العمل اللي أنت قضيتها، عدد ساعات هي هذه. تمام؟ عدد ساعات العمل اللي أنت تقضيها في تنفيذ المشروع، قديش أخذ معك وقت تنفيذ المشروع، ضرب سعر الساعة الواحدة اللي أنت حددته لنفسك. تمام؟ بيعطيك سعر المشروع اللي انت اخذته. طب في ناس هتحكي لي انت كيف انا بقدر احسب سعر الساعة؟ تمام؟ انا هحكي لكم عنها في ملف، لكن حابين بس ننتهي من الجزئية هذه وهنحكي عن سعر الساعة كيف تقدر تحتسبه. في ملاحظة مهمة يا جماعة هان، انه عدد الساعات الفعلية هي لا تتجاوز 70% من ساعات العمل الكلية، لانه في كتير من الوقت المحضر في شغلات إدارية، وفي موضوع إنك تحضير، وموضوع إنك تجهز للملفات أو تبحث عنها، والأمور هاي كلها بتاخد من وقتك الفعلي في العمل. فهي العدد ساعاتك الفعلية لا تتجاوز 70%. تمام؟ هو انا ضرب لك كمثال، يعني بيقول لك لو كنت تعمل مع معدل 8 ساعات مثلا يوميا، 30% منهم مهدر، اي معدل ساعتين ونص تذهب في اعمال اداريه ومتابعه، لذلك عدد ساعاتك العمل الفعليه بتكون 5 ساعات ونص اللي بتضربهم في سعر الساعه وبتقدر تطلع سعر المنتج. نيجي هنا يا جماعه انه كيف انا بقدر احسب سعر الساعه، كيف اقدر احسب سعر ساعتي. في ملف هنا يا جماعه مهم عندي، هو على برنامج الإكسل، مهم جدا إنك كيف تقدر تحسب سعر الساعة من خلاله، هو عبارة عن تول حلو جدا، أنا هزودكم إياه وهبعت لكم إياه إن شاء الله، وهرفق لكم إياه مع السلايد. هان تذكر إيش المفردات الخاصة، يعني تكاليف العمل التجاري، إيش تكاليف العمل التجاري اللي عندك؟ تكلفة إجارة المكتب مثلا أو تكلفة غرفة المكتب سنويا، تمام؟ تبدأ تحسب كل الامور هاي، هو تلقائيا بيحسبها لحاله من غير المعادله. نيجي نروح على التالي هان، مصاريفك الشخصيه، بتحط المصاريف الشخصيه اللي بتحسبها، طبعا كل هذا الكلام لمده سنه. تمام؟ وبعدين بتروح على عدد ساعات اللي انت بتقدر تشتغلها فعليا، ايش الاجازات واجازات المرضيه، بتبدا تحتسبها مع نفسك. اخر حاجه كم تريد ان تربح، انت بتحط رينج لحالك قديش بدك تربح سنويا، بيطلع لك في الاخر سعر الساعة اللي انت بتكون عنده ايراداتك مساوية للمصروفات. يعني هذا السعر اللي هو قديش انت تكلفة سعر الساعة عندك، قديش هذا ايراد، يعني هذا من غير ربح، هذا من غير ربح. لكن لما تحط انت عندك هام الربح اللي انت بدك اياه سنويا، بيطلع لك سعر او متوسط سعر الساعة اي ما يقارب $10 في الساعة. انا هرفق لكم الملف. تمام؟ وانتوا ابدوا تصفحوا فيه وجربوا فيه وحطوا
خيارات من دون ما تحاولوا ابعدوا يا جماعة عن المعادلات هاي، ابعدوا عن المعادلات هاي، فقط روح على السيلز أو الخلايا اللي ما فيها معادلات، بحيث ما تخربوا المعادلات اللي بتربط التول هذه عندك. تمام، نستكمل مع بعض يا جماعة. هان مهارة الكتابة التقنية، واحنا حكينا عنها جزئية انك لازم تكون دقيق وانك بتكتب او بتتعامل مع اي كلاينتس، وتكون دقيق في لغتك، خاصة لو بتتكلم كمان عن مفردات لغة التصميم. تمام، يعني كمثال مثلا ممكن يجي لك زبون ويقول لك انا بدي تعمل لي تصميم كاروسيل، تمام، او تصميم شبكي يعني انستجرام. انت مش مهرر عليك تصميم حاجه اسمها تصميم شبكي او تصميم كاروسيل. كاروسيل يا جماعه اللي هو تصميم السلايدات الافقيه اللي تنزلق بشكل افقي، تكون اربع او خمس تصاميم، تمام، هاي بيسموها الكاروسيل. تمام، او تصميم الشبكي اللي هو بيكون في بداية صفحة أو الحساب الانستجرام، بيكون تصميم بشكل مرتب بعرض التصاميم الموجودة على الحساب بشكل جميل ولطيف، ممكن يكون عدة تصاميم مع بعض تكون تصميم كامل. طيب، مهارتك في اللغة الإنجليزية يا جماعة طبعا حاجة مهمة جدا، وتمكنك إنك تشتغل على منصات أجنبية ذات دخل عالي جدا وسوقك كبير فيها. تمام، كمثال منصة أبورك، منصة فري الانسر. فأنت بالتالي إذا أنت ضحيت في اللغة هتضطر أنك يعني ما تقدر تتعامل مع هيك منصات، وهتكون عن فرصتك أقل في تحقيق أو أرباح أو دخل عالي. تمام، طبعا في أساليب يا جماعة أنت بتقدر تستخدموها في تطوير لغتك الإنجليزية. يعني كمثال أحد التطبيقات المشهورة دويلينجو، مشهور جدا على التطبيقات الابلكيشن على الموبايل، وجدا ممتاز. وميمرايز، اعتقد ميمرايز برضو كمان كتير ممتاز، ممكن تستفيدوا منه وبتطوروا مستواكم في اللغة. طيب، لو نيجي نحكي عن مجالات العمل الحر عبر الانترنت، طبعا يا جماعة المجالات الموجودة في العمل الحر عبر الانترنت متنوعة بشكل كبير. طبعا احنا بنتكلم عنها كمتخصصين في مجال الجرافيك، هي جزء من المجالات المعروضة. يعني كمثال للمجالات المعروضة مثلا أعمال خدمات استشارية وإدارية، برمجة وتطوير، تصميم وأعمال فنية، وهي الجزئية تتعلق فينا، تسويق إلكتروني ومبيعات، كتابة وتحرير وترجمة ولغات، تدريب وتعليم ومساعدة عن بعد. تمام، هاي يا جماعة هذا موجود، الشكل موجود في منصة مستقل، وطبعا يعني طرأ عليه بعض التغييرات لأن احنا بنحكي عن الملزمة اللي موجودة من 2019، تم تطويرات كثيرة على الموقع. فالفكرة انه يعني المرادفات هاي موجودة هناك، ونفس الاشي موجود في عندك منصة ابورك، برضو موجود عندكم ما يعني ما يعادل هذه التخصصات باللغة الانجليزية، الرايترز، الكتابة، ديزاينرز، كرياتيفيتيز اللي هو المصممين والابداع، مصممين والابداع، موبايل مطورين الموبايل، ويب ديفلوبرز مطورين الويب، تمام، الاكونت او كونسلتنت، خدمات استشارية والمحاسبية، تمام، المبيعات والتسويق، ماركتنج شورتس، كاستمر، خدمات الزبائن، تمام، المساعد الرقمي او الافتراضي. في شغلات كتير موجوده بتقدروا تقدموا خدماتكم من خلالها. هان في محور التجاوب يا جماعه اللي هنا، يعني خلينا يعني كتير تخصصات او كتير موجوده، تمام، ما يتعلق فيهم فينا اللي هي جزئيه الديزاين، تمام، او الميديا اركتكتشر، هذه الجزئيه المتعلقه في المصممين. و يعني خلينا بس نحكي هنا شويه عن التخصصات الموجوده هنا، هنا موجوده باللغه العربيه طبعا، هنا معربه في من خلال الملزمه، هي جزئيه الكتابه والترجمه والتسويق، تمام، والمبيعات والهندسه والخدمات الماليه والدعم الفني والاستشارات والامور القانونيه وادخال البيانات وخدمات الاعمال وتكنولوجيا المعلومات. هنلاحظ يا جماعة هنا تنوع كبير في مجال المجالات المعروضة من خلال الإنترنت، وممكن أنتوا يعني حتى لو أنت ما عندك لسه الخبرة في مجال جرافيك ديزاين أو تصميم جرافيكي، لكن تقدر تقدم خدمة سهلة ومبسطة إليك، كمثال موضوع اللي هو إدخال البيانات أو الترجمات أو الأمور هاي، أنتوا بتقدروا تبدوا فيها حتى لو ما عندكم الخبرة الكافية في مجال التصميم الجرافيكي.
وتكون نقطة انطلاق لكم تحقيق عائد مادي. طيب هنا في معادلة مهمة جدا يا جماعة، إنه كلما كانت مهارتك متقدمة أكثر، يعني عندك مهارة عالية وأكبر ومتخصصة أكثر، يعني أنت داخل في صلب التخصص، مش تخصصك عامل كجرافيك ديزاينر، لا مثلا أنت شغال موشن تمام، وعدد اللي أنت بيشتغلوا في المجال هذا هم أقل، بالتالي أنت بتقدر تفرض سعرك اللي أنت بتطلبه في التخصص هذا، يعني كلما زاد العائد المالي اللي أنت بتقدر تجنيه تمام. نيجي يا جماعة لشغلة مهمة جدا، ها ما يطلق عليها سلسلة القيمة للعمل الحر عبر الإنترنت. وقبل ما أبدأ فيها يا جماعة، أنا حابب أطلعكم على يعني ملف يتضمن قائمة بحوالي 30 تخصص في مجال تصميم الجرافيتي، تقدروا تتصفحوهم تمام، وموجود وصف لكل منهم أنا جهزته لكم، بحيث أنه تقدروا تفهموا انه لا والله احنا كجرافيك ديزاينر هذا تخصص عام يا جماعه، احنا بنقدر نفوت على تخصصات فرعيه، بالتالي بنقدر نحدد تخصصنا ونركز على جزئيه معينه في التصميم، وبتقدر تفيدني بشكل كبير ان انا احقق على المدى الطويل عوائد ماليه اكبر. الملف يحتوي حوالي 30 تخصص تمام في مجال التصميم الجرافيكي، جمعتها لكم بحيث انكم تستفيدوا منها وبتقدروا تفهموا فعليا ايش معنى ان انا مصمم جرافيك متخصص تمام. نيجي على موضوع سلسلة القيمة للعمل الحر عبر الانترنت، او الفاليو تشين، الفاليو تشين او سلسلة القيمة اوف اونلاين فريلانسنج للعمل الحر عبر الانترنت. طيب شو سلسلة القيمة يا جماعة؟ هي عبارة عن سلسلة متكاملة او دورة بيكون فيها مدخلات ومخرجات لهذا النظام اللي بيشكل القيمة تمام. هو عبارة عن 4 أقسام رئيسية. أول قسم ما يتعلق يا جماعة بقسم المدخلات، مدخلات النظام في القيمة في مجال العمل الحر عبر الإنترنت، هو الناس اللي حابة تفوت في المجال هذا، طلاب، خريجين، مهنيين، ريادين أعمال، هاي مدخلات الناس اللي حابة تفوت في مجال العمل الحر. طيب المدخلات هاي هتفوت من خلال مسميات تتعلق بإنتاج الخدمة، وهذه المسميات بتتفاعل مع بعض، منها الأفراد العاملين بالعمل الحر، ناس بتشتغل في مجال العمل الحر، الطالب هذا صار بيشتغل فريلانسر تمام. طيب الطالب هذا بيشتغل بروكر، بروكر يعني ايش؟ شخص وسيط يا جماعه، هو وسيط، هو بياخذ المشروع وبيسلمه للكلاينت، هو بياخذ فرق العموله تمام. الطالب اللي دخل في فريق للعمل تمام، يقدم حلول متكامله لعده مجالات، يعني هاي الجزء المتعلق بانتاج الخدمه هو عباره عن توظيف للمدخلات من خلال اطار منظم بيسمي هؤلاء المدخلات فيما يتعلق بالعمل الحر. طيب الأفراد هذولا هيندمجوا في قنوات للتسويق، كمثال مواقع تسويق للمنتجات أو الخدمات المصغرة زي خمسات وفايفر، منصات التواصل الاجتماعي، تمويلات الشبكات الوسطاء والأخوات المجتمعات، مواقع لتسويق العمل الحر مثلا زي المنصات اللي احنا يعني هناخدها الفصل هذا إن شاء الله تمام. وبالتالي هيكون المخرجات هي مخرجات للزبون او الكلاينتس، اللي هي عباره عن شركات ناشئه مثلا، شركات صغيره ومتوسطه، عاملين بالعمل الحر، يعني انت ممكن تقدم شغلك كعامل حر لعامل حر اخر، وهو هياخد المشروع ويحاول انه يسوقه وياخد فرقيه عمله او فرقيه وساطته في انه اخذ المشروع تمام، او يستكمل عليه جزئيه هو حابب يكملها، يعني مثلا ممكن تكون انت فويس اوفر او انه شغال تعليق صوتي وتقدم شغلك لواحد بيشتغل موشن جرافيك وهو يكمل، هو مصمم ايضا تمام، وهيكمل شغلك ويطلع المنتج النهائي، زباين وافراد محليين ودوليين والسوق المحلي بشكل عام تمام. طبعا في يا جماعه هان في خدمات داعمه للسلسله هاي اللي بتتكون من 4 اقسام تمام،
اللي هي ايش الخدمات الداعمة؟ جامعات وكليات، شركات تدريب، يعني هي الناس او الاشخاص ذوي العلاقة اللي هم بيتفاعلوا معكم في خلال المراحل الاربع هاي الموجودة عندنا: معدات اجهزة، ادارة فريق، خبرة قدم، نقاشات عبر الانترنت، خبراء وجيين. وكل هاي الخدمات الباقة الداعمة واللي بتساعدك انك تقدر تقدم الخدمة من مرحلة المدخلات لغاية مرحلة المخرجات النهائية اللي بتصل للسوق النهائي. تمام؟ طبعا هاي الجزئية احنا حكينا فيها اللي هي المدخلات والمخرجات. تمام؟ المدخلات اللي حكينا اللي هي جوهر البدء بالعمل الحر اللي هو الطلاب، وانتاج الخدمة اللي هي ما يتعلق يا جماعة بالاشخاص اللي بيشتغلوا في انتاج الخدمة، اللي هم بشكل فردي او ناس بتشتغل عمل جماعي او ناس بتشتغل كوسيط اللي هم حكينا عنه بروكر. تمام؟ وبعدين في قنوات للتسويق، منها منصات العمل الحر كمان خمسات وفايفر، من خلالها بيقدموا الناس هاي خدماتهم او الافراد او الوسطاء او الفرق اللي بتشتغل في مجال التصميم تقدم خدماتها للناس هاي. تمام؟ لما نصل لمرحلة الانتاج النهائي. طيب في حاجة هنا مهمة جدا في موضوع حصولك على يعني مشاريع من خلال عمل حر. في إحصائية قامت بها شركة بايونير، وهي شركة يا جماعة شركة مالية. تمام؟ ولها بطاقات، وفي ناس كثير بتشتغل من خلالها وبتستلم أموال من خلالها. الشركة هاي بتقول لك إيش بتحكي؟ بتقول لك إن من أكثر أو ثلث المستقلين اللي استطلعوا آرائهم بيحصل على مشاريع من خلال ما يسمى الإحالات. شو يعني إحالات؟ يعني أو وورد أوف ماوث، يعني واحد بيعرفك راح إعطاك المشروع. تمام؟ أحال المشروع إلك. تمام؟ شخص في مجال التصميم بيعرفك أيضا إجا له مشروع فأحال المشروع إلك. تمام؟ أنت بالتالي كل ما يعني كمعادلة إنه كل ما كنت مندمج في مجال التصميم ومجتمع التصميم بشكل كبير، كل ما كانت فرصتك على الحصول على مشاريع أكبر. تمام؟ آخر حاجة يا جماعة اللي هي الزبون أو السوق النهائي اللي هي بيحصل على الخدمات هاي، ومنها الشركات الناشئة اللي ستارت ابس بسموها، أو الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملون في مجال العمل الحر اللي هم منهم الوسطاء يعني كمان أيضا، والأفراد الراغبين تنفيذ أعمال من دول أخرى، والسوق المحلي من زبائن وأفراد وشركات. تمام؟ هيك بينتهي الفصل الأول. بأتمنى إني ما أكون أطلتش عليكم إن شاء الله، بأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأيضا راجعوا بشكل كويس التول اللي أعطتكم إياها في مجال التسعير، كيف احتساب سعر الساعة، وأيضا اقروا الملف المتعلق بالوظائف الفرعية في مجال التصميم الجرافيكي، هساعدكم بشكل كبير إنه تكونوا فكرة أشمل وأوسع عن موضوع التصميم الجرافيكي وتخصصاته الفرعية، وكيف رؤيتكم لاختيار المجال المناسب لكم. دمتم بود، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونلقاكم إن شاء الله المحاضرة القادمة في الفصل الثاني من مساق إدارة مشاريع وسائط متعددة، الجزء المتعلق في العمل الحر عبر الإنترنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.